بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس بحول الله سوف نتم ما بدأناه في الدرس السابق من تحرير للملف الصوتي. لقد تعرفنا سابقا على كيفية نسخ ولصق البيانات الصوتية وكذلك حذفها، أما الآن فسوف نتعرف على كيفية قص البيانات الصوتية ولصقها. أولا نقوم بإدراج الملف الصوتي الذي نود تحريره. سأختار هذا الملف الصوتي. هذا الملف الصوتي هو عبارة عن بعض الآيات لسورة الأنعام. سنقوم بقراءة الملف الصوتي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. تلاحظون بأن الملف الصوتي بدأ مباشرة بالآية الأولى لسورة الأنعام، يعني بدون أي مقدمة، لكن المقدمة موجودة هنا في آخر الملف الصوتي. موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسني يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن سنقوم بنقل هذا المقطع الذي يحتوي على المقدمة إلى بداية الملف الصوتي. أولا نقوم بتضليل الملف الصوتي، ثم نضغط بالزر الأيمن لنختار الأمر كوبي. هذه هي الإمكانية الأولى. أما الثانية فيمكن الذهاب إلى قائمة إديسيون ثم اختيار كذلك الأمر كوبي، والإمكانية الثالثة وهي أن نضغط في لوحة المفاتيح على الزر كنترول زائد الزر الذي يحتوي على الحرف إكس في لوحة المفاتيح. إذن سنختار مثلا هذا الأمر كوبي، ثم نرجع إلى بداية الملف الصوتي بوسط هذا الزر. كما تلاحظون فإن مؤشر القراءة أصبح في بداية الملف الصوتي، ثم نختار الأمر كولي سواء هنا من قائمة إديسيون نختار الأمر كولي أو انطلاقا من هذا المكان نضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم نختار الأمر كولي، أو بالإمكانية الثالثة وهي في لوحة المفاتيح أضغط على الزر كنترول زائد الزر الذي يحتوي على الحرف V. كما تلاحظون فإن المقطع الذي كان في الأخير أصبح في بداية الملف الصوتي. موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسني يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذا فيما يخص نقل البيانات الصوتية في نفس الملف الصوتي. أما إذا أردنا أن ننقل المقاطع الصوتية أو البيانات الصوتية من الملف الصوتي إلى ملف صوتي آخر فيمكننا ذلك، لكن سنقوم باختيار ملف آخر. سنقوم بإدراج هذا الملف الصوتي الذي يشمل مجموعة من الأناشيد الإسلامية. كما تلاحظون فإنه عبارة عن ملف واحد لكنه يشمل مجموعة من الأناشيد. مثلا النشيد الأول يبدأ الصناعة راية الأمان لسعادة الأوطان. يقول هذا المكان كما تظهر الموجات الصوتية أو كما يظهر الوسع الموجات الصوتية. منا به الإنسان قدرا يرفع. نعم، النشيد الثاني ينتهي في هذا المكان، كذلك النشيد الثالث، وفي الأخير النشيد الرابع ينتهي في هذا المكان. إذن سنقوم بفصل هذه الأناشيد، أي بجعل كل نشيد في ملفه الخاص. سنقوم بتضليل الملف الأول ونقوم بعملية القص بالضغط بالزر الأيمن ثم نختار كوبي، فيحذف المقطع الصوتي من هذا الملف.
سنقوم بلصقه في ملف جديد باختيار الأمر إديسيون ثم الأمر كولي دون نوفو. نعم أصبح النشيد هنا. الصناعة راية الأمان. تلاحظون بأنه يوجد هذا الفراغ في آخر الملف الصوتي، فيستحسن عدم حذفه من هذا المكان، لأن بعض قارئات الأقراص الصوتية عندما لا يكون هناك فراغ في آخر الملف الصوتي فإنها تحذف الكلمة الأخيرة، يعني لا نستمع إلى الكلمة الأخيرة في المقطع الصوتي، فيستحسن أن نترك دائما حوالي 3 ثواني في آخر الملف الصوتي. إذا كان عندنا ملف صوتي لا يحتوي على هذا الفراغ، مثلا كان بهذا الشكل كما تلاحظون لا يحتوي على فراغ كبير في آخر الملف الصوتي، فيمكن أن ندرج ذلك الفراغ بطريقتين. الطريقة الأولى بأن أجعل المؤشر كما هو الآن في آخر الملف الصوتي، ثم أضغط على زر التسجيل. نعم كما تشاهدون بأنني أضفت هذا الفراغ في آخر الملف الصوتي، سأقوم بحذف هذا الجزء. نعم إذا كان هناك ضجيج في هذا الجزء الذي قمت بتسجيله فيمكنني أن أخفض مستواه هكذا. نعم الطريقة الثانية سأرجع إلى الوراء. الطريقة الثانية لإضافة الفراغ في آخر الملف الصوتي وهي أن أجعل كذلك مؤشر القراءة في آخر الملف، ثم أتجه إلى إديسيون قائمة إديسيون وأختار الأمر أنسيغي ثم سيلونس، فتظهر لنا علبة الحوار هذه. أقوم باختيار المدة الزمنية لهذا الجزء المضاف وهو الجزء الصامت، مثلا أختار 0.3 ثانية، أضغط على الزر أوكي، فيدرج هذا الفراغ في آخر الملف الصوتي، وهذه هي الطريقة السهلة. أقوم بتسجيل الملف الصوتي، سأختار مثلا هذا الاسم 001. نسهل العملية، نختار مسار التسجيل هنا في سطح المكتب، أضغط على الزر أوكي. نعم سأقوم بإغلاق هذا الملف الصوتي. نعود إلى الملف الأول، سأقوم بنفس الطريقة، سأنقل هذا النشيد الثاني كوبي، كذلك إديسيون كولي دون نوفو. نعم يحتوي على الفراغ في الأخير هكذا، أقوم بحفظه كذلك، سأعطيه الاسم 002 دائما في سطح المكتب، أضغط على الزر أوكي، قوم بغلق الملف. نعم بقي لنا نشيدان، سأقوم بقص هذا النشيد، أتجه إلى القائمة إديسيون ثم أختار الأمر كولي دون نوفو، كذلك أقوم بحفظ الملف الصوتي، نسميه 003 دائما في سطح المكتب. نعم أقوم بغلق الملف الصوتي، والملف الأصلي بقي لنا فيه هذا النشيد، سأقوم بإضافة جزء فارغ في آخر الملف الصوتي، أقوم بجعل مؤشر القراءة في الأخير، ثم أذهب إلى إديسيون ثم أنسيغي سيلونس، نفس المدة الزمنية 3 ثواني. نعم فيضاف الفراغ إلى آخر الملف الصوتي، كذلك أقوم بحفظ الملف في سطح المكتب. نعم لقد قمت بتقسيم الملف الصوتي الأصلي إلى
أربعة مقاطع كما تلاحظون الآن. النشيد الأول فيهما فإنك للإنسان قدرا يرفع. النشيد الثاني رضاة لله خميلة. والنشيد الثالث قال إياد لأخته الصغيرة ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. بالنسبة للنشيد الرابع ربما قمت بحفظه هنا في هذا المكان أو عفوا نعم لقد قمت في حفظه في هذا المكان. شق طريقا ونفتح مدرسة ونؤسس فريضة. نعم إذا لقد قمنا بالتعرف على كيفية قص البيانات الصوتية فنكتفي بهذا القدر وإلى أن نلقاكم في الدروس اللاحقة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.